فقرتنا اللي هنتكلم فيها وهنبدأ بيها فقراتنا الحوارية دلوقتي هي مع رسام موهوب أهلاوي. كنت لسه أنا وكريم بنتكلم الأسبوع اللي فات إن إحنا عايزين نيجي ونبرز المواهب الأهلاوية في 10 الصبح في الأهلي، إن إحنا ناس كتير حتى على المستوى الشخصي بيبعتوا لنا اللي بيرسم اللعيبة واللي بيرسم عامة واللي بيصنع بالتماثيل اللي بالخشب وغيره والجرانيت وغيره وغيره، مواهب أهلاوية متعددة حابين إن إحنا نعرضها لحضراتكم، لأن إحنا زي ما إحنا متعودين إحنا بنقول عيلة الأهلي. خلينا نرحب بالرسام حسام جمال. بونجور يا حسام، نورنا. اهلا بحضرتك، ده نور حضرتك. نور الدنيا كلها، سعداء بوجودك معانا. وعايز استاذنك تبتدي الاول بس ناخد خلفيه كده عنك، عن دراستك، شغلك، بتشتغل ايه، بدايتك مع الرسم جت ازاي؟ بالظبط. انا اسمي حسام جمال، عندي 34 سنه، خريج تجاره عين شمس، شغال في شركه مقاولات، وده ما خلينيش ان انا انسى موهبتي للرسم. وانا يعني انا موهوب في الرسم من وانا صغير زي اي حد، والدي كان بيشجعني ويجيب لي ادوات الرسم وكده. بدات من 10 سنين ان انا اطور نفسي في الموضوع، بغض النظر ان هو مش دراستي او مش مجال شغلي، بس دي هوايتي. ليه ما خليتوش دراستك ومجال شغلك؟ يعني هو يعني الفن عامه في مصر يعني ما نقدرش نعتمد عليه بشكل كامل، يعني هو ممكن يبقى هوايه بجانب الشغل بتاعك الرئيسي او كده يعني. فانا بحاول ان انا اسقل موهبتي كل فتره او كده، ان انا اطور من نفسي، ان انا اعمل حاجات جديده مختلفه ما اتعملتش قبل كده، ان انا اشوف ايه الجديد في الرسم وايه اللي الرسم وصل له يعني، وابدا اطور من نفسي وكده. انت عندك نوعين يعني، عرفنا برضو انت متخصص فيه يعني. هنا انت عامل تي شيرت كابتن محمود الخطيب، صورته على التي شيرت، وهنا ده بقى انا مش عارفه اصلا، ده طبعا كهربا لو حضراتكم شايفين عن قرب يعني، هي طبعا تقيله شويه، بس ده كهربا. ده ايه بقى ده يا حسام؟ يعني ده معمول من ايه لو نشرح؟ دي معموله بالمسامير والخيوط، ده حوالي 250 مسمار معمول عليه 4000 لاين من الخيط. بيشكلوا البورتريه بتاعي. دي طريقه مختلفه في الرسم معروفه، انا اول مره اشوفها. انت شفتها قبل كده؟ اول مره اشوفها فعلا. بصوا حضراتكم، هي متعرف عليه ان هو اسمه سترينج ارت، هو متعرف عليه بره بس قليل جدا في مصر يعني اللي بيشتغل النوع ده من الرسم. انت واضح ان انت بتتابع ايه المستجدات في عالم الرسم كده. طبعا لازم اشوف اخر التطورات وصلت لفين، واحاول ان انا اخد الموضوع لطريقة انا اطور من نفسي، انا اضيف على الموضوع دوت. يعني انا مثلا ابتكرت طرق جديده في الرسم كتيره جدا موجوده مش موجوده في مصر. يعني زي انا ايه كده؟ بدات ان انا ارسم برجلي، ان انا اطلع البورتريه برجلي من غير ما استخدم ايدي. جات لي فكره قبل كده ان انا رسمت بالعدسه، عن طريق ان انا اسلط ضوء الشمس على البورتريه بتاعي واشكل بورتريه من غير فرشه من غير اي حاجه. رسمت محمد صلاح قبل كده بالكوره. يعني بحاول كل فتره كده اعمل طريقه مبتكره يعني. ده كنت بس يمكن اللي انت بتقول عليها بالكوره. برسم صلاح بالكوره، كانت حفله لينا بند بورتريه مع عبد الرحمن ابراهيم وساري عمر. فبحاول ان انا استخدم طرق غير تقليديه في الرسم. هو يمكن اللي بيرسم برجله الفرش. عندنا بعض الفنانين التشكيليين اللي عندهم يعني اعاقه او حاجه بيرسموا برجليهم، عندنا اسماء كبيره كتير، بس طبعا كون ان انت بتخش تحدي جديد ده حاجه، وكمان بالكره دي بقى انا اول مره اشوفها. طبعا يعني المعتاد ان الرسام بيرسم بالفرشه او كده، بس انت تبتكري حاجه مختلفه وجديده، ده اللي يميزك عن باقي الفنانين وكده يعني. لما انت وصلت للدرجه دي من التميز والاختلاف والاحترافيه، وفي نفس الوقت بتقول ان الموضوع ده عندك شغف بيه من وانت عندك 10 سنين، وما فكرتش ليه ولو للحظه ان انت على الاقل تخلي يعني في شق تجاري في الشغل اللي انت بتعمله ده، يبقى في شكل من اشكال البيزنس؟ هو في شكل من اشكال البيزنس، بس بيبقى مش 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 حاجه اساسيه يعني معايا في شغلي، لان انا شغلي المقاولات، فالفن ده مش حاجه ثابته معايا يعني، خصوصا ان انا مثلا فاتح بيت او كده، فمحتاج ان انا يبقى دخل ثابت. لكن الفن عامه انا فعلا انا بعمل الحاجات دي ساعات تجاريه، بس بتبقى بجانب شغلي يعني، مش حاجه اساسيه. بتبيع؟ عندك صفحه يا حسام مثلا؟ عندي صفحه، ويعني فيها مشاهدات عاليه بتعدي ال 100 مليون مشاهده. فانا سعيد ان اللوح بتاعتي بتلقى مردود كويس على السوشيال ميديا وكده يعني. حتى كان في نجم عالمي اسمه خابي لاما كان معلق لي على لوحه ليه يعني، كنت رسمها له بالشمس يعني الشمس. لفت انظار فنانين من بره مصر كمان. بالظبط. ايه اكتر يعني رسمه او حاجه خاصه بالاهلي كان عندك شغف فيها؟ هل رسمت مثلا شخصيه معينه طبعا غير كابتن محمود الخطيب؟ هل في بطوله معينه فزنا بيها رسمتها؟ يعني
خليني اعرف تحديدا عن الاهلي. طبعا الاهلي ده عشق من الصغر يعني، وخصوصا البطوله ال 11 دي بطوله استثنائيه، يعني احنا المفروض نعمل لها فيلم وثائقي لان هي استثنائيه في كل حاجه. ازاي ان احنا بدانا البطوله بهدف عبد المنعم ونهيناها بهدف عبد المنعم، ازاي التفاصيل الصغيره اللي كانت موجوده في البطوله، ازاي ان احنا عملنا رومنتادا في المجموعه ورجعنا عملنا رومنتادا في الماتش وما حسيناش بروح انهزاميه نهائي، احنا كنا واثقين في لعيبتنا ان احنا نقدر نعمل نحقق البطوله ديت بتفاصيل صغيره. انت خدتها على ارض المنافس ده ومع جماهير المنافس كمان. بالظبط يعني بالظبط، احنا كنا بنلعب على اقل التفاصيل. يعني الكابتن سيد كان بيتكلم ان كان في واحد اسمه كريم كان بيتكلم ان احنا نتدرب على صوت الصفافير، كان معاهم كور زياده، فاحنا كنا بنركز في اقل التفاصيل، فهو ده النادي الاهلي ان احنا يعني ما بنسيبش حاجه للصدفه. جميل. طيب يعني انت راجل بتعبر عن اللي جواك، بتعبر عن رؤيتك، بتعبر عن مشاعرك من خلال الرسم. هل في الحياه انت بتتبع الاسلوب ده عموما، ولا انت عامل فاصل ما بين يعني بتتعامل مع موضوع الرسم بشكل احترافي بحت، ولا بتتعامل معاه وجدانيا بتنفعل بحاجه شفتها فبتعبر عن انفعالاتك دي برسمه ما، بلوحه ما، الحكايه بتمشي معاك ازاي يعني؟ هو الرسم بالنسبة لي يعني حاجة بيطلع فيها الفراغ اللي جوايا، حاجة بستمتع وأنا بقدمها. زي مثلا المغني لما عايز يحتفل بالأهلي فبيعمل أغنية للأهلي، أنا كذلك أنا احتفال بتاعي يعني إن أنا أعمل لوحة حلوة مثلا لكهرباء أو لوحة للكابتن محمود الخطيب، ده بالنسبة لي حاجة يعني إن أنا بحتفل بالنادي الأهلي وبحتفل باللعيبة. يعني بتعبر عن فرحتك بطريقة عملية. طبعا. والحزن ما فيش؟ لا الحزن برضه بحاول ان انا اعمل لوحات بتبقى بس يعني حزينه. بالظبط. بقول لك يعني عايز اسالك يا حسام على معلش الخيوط دي تاني، هل هي بتتعمل بلون معين؟ يعني هل احنا نفضل نعملها بلون اسود، ولا ممكن تتعمل بالوان، ولا يعني خليني افهم اكتر. هي ممكن تتعمل بخيوط الوان ويظهر الشكل الوان، بس دي بتبقى مجهود اكبر وكده يعني، وانا شغال عليها يعني عشان تشتغل على لون لون طبعا. صحيح. انت بتاخدي كذا اللون كذا على كذا مرحله. دي تقريبا خدت منك وقت قد ايه اللي احنا دي تقريبا خدت اسبوع، كل مثلا يوم ساعتين مثلا. شوف. طب حلو، يعني يعتبر مش كتير قوي تهيالي. هي شكلها بتاخد وقت اكتر، والمسامير انت عاملها بشكل سليم يعني كلهم نفس الزاويه يعني، لا اعتقد كان فيها مجهود صعب، مش سهله انها تتعمل. طبعا يعني انا متعود ان انا اشوف الفكره الصعبه واحاول ان انا انفذها او اعملها يعني. واضح من اللي انت كنت بتوريهولنا دلوقتي، دي حقيقه بتدور على الاختلاف. بالظبط، دايما بتدور على الاختلاف. طب والتيشيرت بقى وريها لنا، دي ده طباعه عاديه صح ولا ده ايه؟ لا ده رسمه الوان يعني انت بقى رسمتها، رسمت كابتن محمود على التيشيرت. بالظبط. ودي ما تتغسلش ولا بتتغسل؟ تتغسل وما تطلعش وما يجرلهاش اي حاجه. طب ده مشروع حلو جدا ده. والله العظيم لسه حالا عايز اقول له ان انت بس التيشيرت دي لوحدها انت متخيل طبعا كم الاهلاويه وكم. انت لو نزلت الشارع من غير محل كده، نزلت بيها بس الشارع طبعا، شوف كم واحد هيبقى عايز يشتري. والله انت ممكن الموضوع ده فعلا يبقى كمان مفيد بالنسبه لك ماديا جدا. انا بفكر ان انا اعمل كل اللعيبه على التيشيرتات يعني، مش يعني تبقى حاجه لطيفه جدا، واعمل تصميمات ليا انا يعني. احنا كنا بنشوف تصميم تيشيرت الاهلي والناس كانت بتتسابق ان هي تعمل تصميم، لا انا قلت طب ما انا اعمله انا بحاجه حاجه هاند ميد ويبقى حاجه مختلفه. ده هنا وانت بترسم كابتن محمود؟ اه. قول لي اخذت منك وقت قد ايه برضه؟ دي تقريبا برضه خدت حوالي 3 ايام مثلا. اوكي، وكويس ان انت بتقول عامل صفحه، يعني انت يعني مواكب التطور وبالتالي بتتابع باستمرار المستجدات في دنيا الرسم والنوع ده تحديدا من الفن، بتتابع الرسامين اللي في دول ثانيه يعني. الحكايه دي واخده قطعيه قد ايه من حياتك الى جانب شغلك مع اولاد؟ طبعا السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير جدا ان انا اوصل فني للعالم كله، يعني انا الاول كنت بعرض على مسرح الفن الارت شو ده مثلا في كذا مسرح في مصر هنا، برسم عن طريق ان انا ارسم اللوحه مثلا بالمقلوب. ردود الافعال من الحضور كان عامل ازاي؟ بالظبط، بيبقى ردود الافعال كويسه جدا يعني. انا كنت لسه بقول لحضرتك ان في ملايين بتتابع الفن بتاعي وبتشوفه، مش في مصر بس، في بره مصر اكيد يعني. يعني من خلال الصفحات دي هي اللي قدرت ان انا اوصل للعالميه او اوصل بره مصر او كده يعني، وان انا اوصل مثلا لفنانين عالميين. حسام انت قلت جمله زعلتني شويه في الاول، في مصر الفن ما ينفعش تعتمد عليه لوحده كمصدر للدخل. البعض ربما
اعتمد على الفن بس كمصدر للدخل ونجح، في فنانين تشكيليين كتير، بس يمكن اللي انت تقصده لازم مع الوقت يعني لازم تتشهر وتكبر في المجال شوية ويبقى عندك معارض ورأس مال علشان تبدأ ان انت تعتمد عليه كمصدر وحيد للدخل. بس لو انا هقول لك ليه ده مش حاصل او ليه انت بتقول كده من وجهة نظرك انت، ممكن تقول لنا؟ هو اولا لازم نكون صادقين مع نفسنا يعني. فهو الفن في مصر يعني مش معنى ان انا اتجه للرسم بس يكون مصدر ليا، طبعا محتاجه شغل كتير جدا زي ما حضرتك قلتي، وفي فنانين طبعا معتمدين على الرسم بس هو الموضوع بيحتاج جهد ومحتاج مجازفه كبيره جدا ومحتاج دعم كبير قوي من الدوله يعني بتوفير المسارح المعينه وتجهيزات المعينه، فالموضوع بيبقى شاق جدا يعني على الفنانين. لازم ياخد وقت ولازم تتعرف اكتر يعني وتتشهر اكتر علشان بالزبط. تقدر تعتمد يعني احنا عليه. عندنا في مصر فنانين يعني كبار جدا ومش معروفين يعني انا سعيد ان قناه الاهلي بتساهم في حاجه زي كده ان هي تنشر الفن وتساعد الفنانين ان هم يظهروا بفنهم، فاحنا بنناشد ان القنوات كلها تبقى تعمل كده وده حاجه كويسه جدا يعني. صح. واضح كده من تون صوتك حتى مش بس كلامك، واضح من تون صوتك ان انت وكانك واخد قرار ان الفن مش هيعدي مرحله الهوايه، لان في مخاطره كبيره بان انت تبقى معتمد عليه اعتماد كلي كمصدر اساسي للدخل. هي دي نقطه، وفي نقطه تانية ان انا لو اعتمدت على ان الفن ده هو مصدر دخل ليا هبقى متوجه بحاجات معينه، لكن انا لما اخليك هوايه بس انا هعمل اللي انا حابه بس انت اوريدي قطع صوت في حته الاختلاف والتميز، ده انت واصل لمرحله ان انت بتعمل عروض على المسرح ودي حاجه مش تقليديه قوي في دنيا الفنون التشكيليه، فيعني انت اوريدي ماشي في طريقك ومختلف وانت ماشي فيه عن غيرك من الرسامين او الفنانين التشكيليين، يعني انت قريب قوي من ان انت الموضوع ده ياخد شكل تاني يبقى منظومه. بالظبط، انا بحاول ان انا برضو اخلي ليه جزء منه تجاري بس ما ياخدش الجانب الاكبر من الجزء دوت يعني، بحيث ان انا يعني اشتغل الفن ده حبا في الفن مش اكتر يعني. انا ما احاول ان انا اطور من نفسي او اعمل لوحه جديده او حاجه جديده يعني ما بعتمدش ان انا هبيع او مش هبيع، لا انا بعمل الحاجه اللي انا حاببها بغض النظر عن اي حاجه يعني. اللوحه بتاعتي ديت ما تتقدرش بثمن، انا شايفها كده بغض النظر عن اي حاجه اي فن، فانا بحاول ان انا اطور من نفسي. دي برضو فكره كنت انا عملت فيها مجهود كبير جدا، كان بعد حصول ميسي على كاس العالم فكرت ان اعمل حاجه مختلفه ان انا انحت في الحيطه ويظهر البورتريه بتاعي، برضو دي حاجه جديده ومختلفه، فبحاول ان انا ما اكونش تقليدي على قد هو انت يا حسام اشهد لك انك غير تقليدي انا وكريم بصراحه وده حلو يعني اول مره فعلا يعني دي اول مره اشوف كده، ممكن يبقى في ناس بترسم لكن بتنحت طبعا يعني لا لا طبعا لا بص فيري اكيوريت كمان النوع ده من الفنون بيلاقي استحسان ناس كتير لما يتفرجوا على فيديوهات بالشكل ده يعني انت اكيد يعني. برضو في يعني ليك نسب متابعه كبيره ما شاء الله. بالظبط، هو السوشيال ميديا اسرع حاجه ان انت توصل بيها فنك يعني، والفن الكويس هو اللي بينتشر في الاخر يعني. احنا بنشوف مؤخرا يعني معلش يبقى في فن مش كويس منتشر وبنقعد نقول ازاي نحاربه وازاي صحيح. احنا نحاربه ان احنا ننشر الفن الكويس بتاعنا، هو ده اللي هيحاول ان هو هيتغطي على اي حاجه تانية ويغطي على اي حاجه مش كويسه يعني. دي كنت عاملها فين يا حسام؟ دي عندنا في البيت، عندنا في اخر دور. اوكي، ولو انتهى ولا هي فضلت كده زي ما هي في هي كده بالشكل بتاعها يعني ان انا بنحت في الحيطه وبيظهر الشكل بتاعي. حلوه جدا على فكره، حلوه بجد ما شاء الله عليك بجد. انا عامل افكار يعني كتير زي كده يعني، لو قعدنا ساعتين مش هنخلص الافكار يعني. رسمت مين تاني طيب يعني، مين من الرسومات اللي انت بتعتز بيها؟ انا رسمت يعني من الاهلي كهربا، ورسمت كابتن محمود الخطيب، ورسمت طبعا كابتن ابو تريكه، ورسمت شخصيات عالميه كتير يعني وشخصيات مصريه زي الشعراوي. خارج اطار لعيبه الكوره او كره القدم، هل مثلا بتعمل لوحات اللي هو بقى المناظر الطبيعيه، البورتريهات، الحاجات اللي من النوع ده؟ ولا طبعاً. انت مخصص اكتر نفسك للرياضه ولكره القدم؟ لا طبعا كل حاجه دي يعني، ده مثلا برسم اهو بالعدسه عن طريق تسليط اشعه الشمس. كنت بتحكي عليها من شويه دي. فدي برضو طريقه مختلفه مش موجوده في العالم كله يعني. لا انا مش فاهمه ده ازاي يعني بيتم. يعني اشعه الشمس بتعدي من خلال العدسه دي بتحرق الكرتونه وهو بيتحكم في الكتابه او الرسمه يعني. يا نهار ابيض، ده يعني اللوحه دي ممكن اقعد فيها 3 4 ساعات في الشمس متواصل، فده كله في سبيل الفن يعني.
اكيد انا دي لو حاجه تجاريه انا مش هقعد في الشمس. دي كرتونه مش خشب؟ دي خشب، دي خشب، ده خشب. لو كرتونه ممكن تتحرق. بس بتحس يعني هل الناس بتبقى مقدره يعني لو حد شخص عادي شاف اللوحه دي مثلا مش هتيجي في دماغه ولو للحظه انها مرسومه طبعًا بالطريقه دي؟ طبعًا. هل دي حاجه بتضايقك ان الناس مش عارفه قوي خلفيه الرسمه او الحاجه المنتج اللي انت عامله؟ هو ده الغرض من فن الارت شو او الفن الاستعراضي، ان انت مش تشوف اللوحه النهائيه، انت بتشوف طريقه تنفيذ اللوحه وصلت لكده ازاي، الطريقه اللي هي اتنفذت بيها. هو ده الارت شو او الفن الاستعراضي. عندك ولاد يا حسام؟ انا عندي ديما ربنا يخليها يعني. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يفرحك. فنانه برضو ولا لسه صغيره؟ هي لسه عندها سنه يعني. لسه ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. من خلال البرنامج يعني انا بشكر والدي ان هو الدعم الاول ليا، ومن بعديه طبعا زوجتي اللي هي الدعم الثاني ليا يعني بعد والدي. بس انت كمان في فيديو لصلاح انا عارفه انت مجهزه، المفروض برضو هنعرضه دلوقتي. احكي لنا عن القصه برضو بتاعت الفيديو اللي هي دي كانت صلاح صح؟ لما هو احنا لعبناه يا جماعه، احنا لعبناه. في فيديو تاني رسمت صلاح. انا اصلا شغال في شركه مقاولات زي ما قلنا، فشغال سايق ونش معد. فانا فكرت انا ماهر في شغلي وماهر في الرسم، طب ما انا استغل الاثنين مع بعض وارسم صلاح بالونش. طب هاتوا لنا الفيديو ده لو موجود. فدي سابقه ما حصلتش برده في العالم كله ان انا ارسم بالونش. لا هي اكيد ما حصلتش يعني. فانا بحاول يعني من ناحيه انها ما حصلتش. هي منطلق نفسه ان احنا نقول يعني ما سمعناهوش. يا ريت يا جماعه لو الفيديو معانا ده شفناه ده. طب انت مراتك بقى سعيده بالهوايه بتاعتك دي يعني؟ انت برضو ايه في حاجه بتفضي من خلالها دماغك؟ اكيد مبدع في البيت برضو. بالظبط كده يعني، سعيده بالحكايه دي؟ طبعا يعني هي كان نفسها حتى تيجي معايا اللقاء هنا يعني. ف والله كانت تيجي تطورنا، والله كانت تيجي تطورنا. ان شاء الله المره الجايه نكون عاملين حاجه مختلفه برضو ونيجي يعني. رسمتها قبل كده زوجتك؟ رسمتها طبعا قبل كده في حفله يعني. اوكي، ده بقى الشكل النهائي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الناس كان ردود افعالها ايه برضو يا حسام وانت بعد ما شافوا اللوحه اللي هي اترسمت برضو في وقت قصير يعني؟ يعني هو لازم أن يكون في وقت قصير عشان خاطر بيبقى فيه جمهور على المسرح، ما يبقاش فيه ملل او كده يعني. فالناس بالنسبه لها دي حاجه جديده ومختلفه، فاكيد بيبقى فيه ردود افعال كويسه هنا على الـ على الـ على. ما حدش قالك عايز اللوحه بعد ما خلصتها؟ اكيد بيبقى فيه ناس بتبقى عايزه اللوحه بهدها لهم بعد الحفله او كده يعني. بتبيعها بقى؟ لا مش شرط، ممكن اهدها لهم يعني. يعني دي بتبقى رسمه مثلا ارت شو، ف ملهاش قيمه على قد ما هي الشو بتاعها القيمه بتاعتها. بس انت طبعا على السوشيال ميديا عندك يعني، مش مهم انهي بلاتفورم فيهم، بس اللي انت بتقول فيه فيور شيب ومتابعه عاليه، هل بتبيع حاطط اسعار وبتبيع يعني؟ هل ده موجود اصلا بتستغل ده يعني ولا لا؟ هو بقى يعني بيبقى في كده، بيبقى في ناس بتخش، انا ما بعرضش حاجه للبيع، بس في ناس بتخش بتطلب حاجه سبيشال اوردر. ما ده اللي انا وكريم بنقول لك عليه، انت لازم تعمل صفحه، انت فنان تعمل صفحه حاجات بتبيعها يعني. انا بحاول ان انا اعمل كده، بس بيبقى على حسب بقى ظروف وقتي وشغلي، بحاول ان انا انسق بين فني طب انت عموما يعني مخطط لنفسك ايه؟ بتحلم لنفسك بايه؟ انا بحلم ان انا ان انا اقف على كل مسارح العالم، اقدم فني واعرض فني بره مصر. ان انا بحاول ان انا اعمل اكبر لوحه مرسومه لمعالم مصر، اخش بيها مثلا موسوعه جينيس. بحاول ان انا انشر فني للعالم كله. طب انت بتتواصل مثلا مع معارض معينه يعني؟ طبعا. ايفنتات معينه معنيه بالفنون التشكيليه وبالرسم، هل بتتواصل؟ وخصوصا في دول كتير في العالم، في الغرب بشكل عام، انت عارف برضه بيقدروا النوع ده من الفنون قوي، بيبقى لهم ايفنتات كتيره واحتفاليات كتيره بينوروا ويبروزوا من خلالها الفنون المختلفه زي اللي انت بتقدمه ده. طبعا انا بحاول ان انا اتواصل مع معارض عالميه وايفنتات يعني. شاركت في كذا مسابقه قبل كده والحمد لله توفقت فيها، وشاركت في معارض هنا في مصر زي المعارض اللي بتعمل في الاوبرا، وكان حاجه يعني كويسه يعني. بص انا اقول لك على فكره، هو الوقت خلص، بس انا جت فكره دلوقتي في دماغي يعني. لو انت عايز يبقى في دعم مادي كمان، انت ممكن تروح لتعمل برزنتيشن لبعض الشركات، ان انت تبقى بتعمل لهم بالطرق المختلفه المشاريع بتاعتهم مثلا، ترسمها لهم وهكذا، هم بقى يعلقوها في الشركه، يعملوها كدعايه بالبوردز في الشارع يعني. انت تعمل لهم حمله بالديفرنت تولز بقى اللي هي الرسومات المختلفه والطرق المختلفه، ممكن ده يعدوك سبونسرشيب بعدها يعني. دي
دي جات لي دلوقتي فكره وانا قاعده معاك فعلا طبعا. بس انا شايفه انها ممكن تبقى حاجه جدا لو عملت برزنتيشن انت كمان يعني الى جانب ان هو انت بتقول لك عليه ودي فكره فعلا عبقريه جدا فكره ان انت حتى ممكن تبقى بتتواصل مع جهات معينه في مصر معنيه بتجميل المناطق المختلفه الاحياء مثلا. المختلفه يعني احنا محتاجين نبروز الجمال اللي عندنا او نحول الاماكن اللي نسبه الجمال فيها ضئيله للغايه لاماكن جميله وده ممكن تتحقق باقل الامكانيات بايدين ناس يعني فنانين زي حالاتك واحنا كفنانين يعني احنا محتاجين نعمل حاجه زي كده برضو واحنا ان شاء الله باذن الله يعني من خلال حضراتكم ان احنا نوصل نعمل حاجات زي كده يعني باذن الله ان شاء الله يا حسام نورتنا بجد وبالتوفيق انا سعيد يعني ان انا موجود معاكم يعني انا عايز اقول ان انا ظهرت في قنوات كتير قنوات عالميه بس كان شرف ليا ان انا اظهر في قناه النادي الاهلي ده كان حلم بالنسبه لي وعندي حلم تاني ان انا يعني ان انا اهدي التيشيرت ده لكابتن محمود الخطيب خلاص حاجة بص طب انت هتسيبه مع مين ما انت لازم تسيبه مع حد ما سيبه معايا انا والله هوصله يعني ممكن تسيبه اختار انت بعد تاني يوم الصبح هتلاقي على الانستجرام مغرقه الدنيا بصور وهي نفس البسها شويه بعدين اديها كابتن محمود لا بجد يعني سيبها مع حد هنا على تواصل يعني احنا كده كده بنشوف كابتن محمود كتير يعني بس سيبها مع حد وتاكد ان هي هتوصل طبعا ان شاء الله نورت قناه الاهلي ونورتنا واسعدتنا بوجودك وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله شكرا لحضرتك جدا شكرا نروح فاصل يلا ونرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم خليكم معانا